حضرتك رايك ايه في الجمعه اللي نزلنا غدا؟ يعني شوف، كل تعبير عن الراي مشروع. نعم. كل تعبير عن مطالب مشروعه، واخد بالك، امر مطلوب في هذه المرحله. نعم. التجاوز مرفوض، مصلحه البلد هي الاهم عندنا جميعا كمصريين. نعم. معلش يا كابتن، انت حضرتك مع محاكمه الشباب، معلش تقديم المحاكمه الشباب اللي هم اقتحموا السفاره للمحاكمه، هل انت معاهم ام يعني يدون فرصه او نتحاور معهم؟ فرصه ايه بقى؟ هي المساله عباره عن ده مصير مصر. يعني انا عايز الكابتن، معلش. طب امال طب هيقول لك؟ انا اسف هيقول لك. قول له يا كابتن، هلا مصر، مصر فوق اي حد يا باشا، فوق الجميع. بجد بقى، مش شعار. انا بقول للشباب دول يعني هم ما لقوش الدافع، يعني ما لقوش اللي هم الشرعيه اللي هي تجيب حقوقهم غير هذه الوسيله. شوف، انا عايز اقول لك حاجه، مساله التعبير عن الراي امر مشروع. مساله التفاعل مع ما يحدث هذه الايام امر مطلوب وحيوي، مشاركه كل القوى السياسيه، شباب وائتلافات واحزاب وتيارات سياسيه، امر في هذه الفتره الصعبه لابد من، عايز اقول، تفاعل حقيقي من كل هذه الاحزاب. التشتيت امر مرفوض. بالنسبه لتجاوز الشباب، دي مساله نسبيه، قد يراها البعض مثلا فيما حدث في السفاره الاسرائيليه، هدم السور، كلنا متفقين هدم السور. انا اعتقد ان ده امر يعني لا خلاف عليه، وهو بيجسد احساس المصريين تجاه هذا العدو الصهيوني منذ سنين طويله جدا. قد يكون هناك بعض التجاوز طبعا في اقتحام السفاره، امر طبعا مرفوض، انما يعني لا يرقى الى درجه يعني ان احنا نذبح اولادنا، انما يعني الحساب بما يتناسب مع قيمه الحدث.